بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية جديدة لأحمد مراد ظهرت اسمها لوكاند بير الوطوي. رواية لوكاند بير الوطوي دي زيها زي كل روايات أحمد مراد، بتمتاز بنفس المميزات اللي موجودة، اللي هي إثارة، إن هو بيلعب على تيمة شوية أجنبي، ما بيحبش يدخل في الأجواء المصرية المعتادة، وده اللي بيدي روايته تميز. اعتقد ان هو موجود في اغلب روايته، ان هو ملوش بقى في قصه الحاره المصريه والدخول الى اعماق الانسان الريفي والكلام اللي احنا عارفينه ده، او ما بيلعبش على سكه العشوائيات والبطيخ اللي هو المسائد يعني عند اغلب الروائيين، وبرضه ملوش في سكه الهرتله بتاعت ايه ان انا هدخل جوه الذات ومفكك الذات لميت زيتوت صغير وبعدين بعد كده نشوف. مفيش الكلام ده، هو الراجل داخل سكة أجنبي، سكة نظيفة، سكة ما فيهاش كلام كتير إلا في اتجاه الإثارة وفي اتجاه تقديم يعني ما هو ليه علاقة بالإثارة. الجريمة أصلا هنا جريمة لقاتل متسلسل، ودي الموضوعات اللي بيركز عليها أحمد مراد، وبعض الناس وأنا منهم بيقولوا إن هو بياخد الأفكار من أفلام أجنبي، ودي مش مشكلة، دي مش هيبقى أغلب أفلام أحمد حلمي مستمدة من أفلام أجنبي، دي حاجة مش وحشة يعني. هو طالما دي لعبته وهو بيلعبها كويس خلاص هو حر يعني. بعض الناس بتقول ان دوت حاجه مش كويسه. ليه مش حاجه كويسه؟ لا بالعكس، عادي، دي حاجه عاديه يعني. كل واحد عنده مصادره وكل واحد من حقه ان هو يستقي منها كيفما شاء يعني. جريمه قتل متسلسل، بس هو بقى هنا لعبها ازاي؟ لعبها قديم يعني، واضح ان الفيلم اللي هو شافه كان فيلم بولندي او حاجه، فيعني داخل في سكه القديم شويه، ان هو بيلعب في القرن ال 19 وقرا كويس يعني. دي برضه مميزه ان هو بيقرا كويس يعني، يدخل يشوف ايه الدنيا في القرن ال 19، الناس كانت بتكتب ازاي، الناس كانت بتتكلم ازاي. ممكن يبذل جهد الحقيقه يعني، برضه ده واضح جدا ان هو اولا اختيار الاسامي حلو، الاسامي كلها اسامي مناسبه للمرحله دي، اسامي الناس الارمن والاجانب مناسبه للمرحله دي، اسامي الناس الانجليز مناسبه، اسامي يعني كل الاسامي واقعيه جدا ومنطقيه، وحسيتني ان الموضوع كويس. غير انه انت لاخر لحظه ومن اول لحظه وفي كل الوقت يعني، انت على طول عايز تعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، عندك رغبه عارمه، لغه معقوله، والطرح اللي هو بيطرحه في الروايه طرح منطقي ومعقول. ولو احنا بقى اتكلمنا على هو نضج او لا، اعتقد ان هو نضج يعني، هو في طريقه للنضوج وبيقدم شهاده تدل على نضج يعني معقول بالنسبه لشخص تخطى ال 40 سنه خلاص، وهو روائي من 12 13 سنه، فاللي بيقدمه اعتقد ان هو مقبول اكتر بكتير جدا من اللي كان بيقدمه قبل كده، فربما تكون دي افضل رواياته، واعتقد ان هي هتلقى رواج ونجاح رغم أزمة فيروس كورونا. شكراً.